ردود افعال كبيرة جدا داخل الاهل الجزيرة والاهل زايد والاهل مدينة نصر، وصفحات الاهلي كلها لا حديث لها الان الا على قرارات شركة الاهلي للانتاج الاعلامي. الى النادي الاهلي الاستاذ احمد السيد مراسل كورة بلدنا في النادي الاهلي. سلام عليكم يا استاذ احمد. وعليكم السلام يا استاذ عبد الناصر، منور الدنيا ومنور كل الكورة، وتحياتي ليك ولكل متابعينك في كل مكان. استاذ احمد، ردود الافعال، يعني كان معنا ابراهيم الخطيب مراسل كل الكوره في النادي الاهلي وقال لنا القرارات يمكن ابرزها اهم حاجتين، وابدا معاك من عدم ظهور لاعبي الاهلي ومدربيهم في كل اللعبات على قناه النادي الاهلي. ده كان قرار قوي جدا جدا جدا، ابدا معاك بيه. حقيقه استاذ عبد الناصر، يمكن القرارات دي خليني اقول لك دلوقتي بردود افعال جمهور النادي الاهلي يصف القرارات بالقرارات التاريخيه، القرارات التاريخيه اللي بتعبر عن قوه رد فعل مجلس اداره النادي الاهلي، قوه رد فعل اداره الاعلام في النادي الاهلي، ان الاهلي بيقاطع قناه النادي وبيتفاوض لسحب حقوق بث المباريات. يعني يمكن في الوقت اللي ما بعد ايقاف نشر فيديو كابتن فادي عبد الحفيظ مدير الكوره، يمكن ناس كتير اتكلمت قالت ضعف اداره النادي الاهلي، ضعف اداره الكابتن محمود الخطيب، قرارات النادي الاهلي او ضعف مجلس ادارته. النهارده القرارات التاريخيه اللي اصدرها النادي الاهلي وشركه الاهلي للانتاج الاعلامي ان صح التعبير بقياده الكابتن محمود الخطيب تؤكد قوه وسياده مجلس اداره النادي الاهلي، وانه يعني يتملك ويقود زمام الامور ويتحكم في مبادئ وحقوق النادي الاهلي. النهارده لما ترفض رفض قاطع لما تقوم به الشركه الحاصله على حقوق اداره قناه النادي انها بعدم التزامها بسياسه النادي، لا، انت بيؤكد انك تملك وتسيطر وتنتصر في النهايه لجماهير النادي الاهلي. لما توقف الظهور التام للعيبه، لما تنتظر رفض قاطع، لما كلها قرارات يمكن الكل دلوقتي على السوشيال ميديا بيصفها بالتاريخيه. ليه؟ لانها زي ما انا بقول تؤكد ان في مجلس اداره قوي لديه رغبه في انه دايما يبقى نبض الجماهير، لديه رغبه قويه في انه يكون يعني جاهز للدفاع عن حقوق النادي، حتى لو في شركه بتدير القناه ولو حتى في امور اداريه يمكن العدول عنها. فالنهارده كان من الممكن ان يكون قرارات النادي الاهلي فيديو اتوقف ما توقفش، الموضوع يمر مرور الكرام. ولكن يا استاذ عبد الناصر، قرار شركه الاهلي للانتاج الاعلامي ومن قبلها دعوه الكابتن محمود الخطيب للانعقاد للشركه مجلس اداره الشركه ومن قبلها برضه اعاده نشر الفيديو يؤكد ان الاهلي ردوده واضحه، النادي الاهلي مع حريه الاعلام، النادي الاهلي له كل الحق في كل الادوات بتاعته الاعلاميه يتم استخدامها بالصوره الامثل لخدمه النادي الاهلي مش لضد النادي الاهلي. النهارده الناس يمكن وانا بتكلم معاك كل صفحات الاهلي على السوشيال ميديا، الاهلي اونلاين، الاهلي دوت كوم، كوره، كل الناس، الاهلي فوق الجميع، وجمهور الاهلي اونلاين برضه، الاهلي 1907. ويبدو ان الشراره جاءت من هنا يا استاذ احمد، يعني اسمح لي بس ان الشراره، والخطيب دايما وابدا بيعتبر نفسه النبض بتاع الجماهير، فالشراره جاءت من هنا. يعني لو تسمعني الشرارة جاءت من هنا يا أستاذ أحمد، يعني من المباراة بتاعة الجونة. الشرارة يا جماعة جاءت من هذا الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم من مباراة الجونة، اللي الجماهير قالت فيه يا خطيب اسمعنا النادي الاهلي بتاعنا اهو دايما ب70. Thank you.
المتحدة المتناقضة من رئيس نادي الزمالك تحدث في قناة نادي وهي القناة المملوكة أيضا للشركة المتحدة وهي القناة التي تدير وهي الشركة التي تدير أيضا قناة النادي الأهلي في الوقت اللي خدوا فيه موقف متناقض خط تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ بينما تصريحات نادي الزمالك واللي النادي الأهلي بيعلن فيها إن فيها إساءات للعديد من مسؤولي النادي الأهلي لم يتم إيقافها. فالنهاردة النادي الأهلي منذ دقائق وأنا معاك بيشكو رئيس نادي الزمالك مجددا وبيستغرب موقف. قبل ما نروح للجزئيه دي نذكر الناس المنضمين الينا حديثا واللي لسه داخلين من كل انحاء العالم وصل اللي بعت لي من امريكا، نذكر الناس بالقرارات والبيان العاجل وقرارات ناريه من شركه الاهلي للانتاج الاعلامي اهمها ما يلي. تفضل يا استاذ احمد نقول البيان نصا عشان الناس اللي لسه منضمه الينا. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي أو قرر مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي الرفض القاطع لما تقوم به الشركة الحاصلة على حقوق إدارة قناة النادي الأهلي المملوكة لشركة السادات وعدم التزامها بسياسة النادي والتنسيق مع مسؤوليه وموقفها غير الواضح بخصوص القضايا المطروحة على الساحة الرياضية والنادي الأهلي طرف فيها ورفض بث بعض المواد الفيلمية اللي بتخص النادي وحذف البعض الآخر الذي لم يلقى قبول الإدارة التنفيذية للقناة بالمخالفة للعقد الموجود. كمان التوقف عن تنظيم ظهور لاعبي الاهلي ومسؤوليه واجهزته الفنيه والاداريه والقضيه في كافه الفرق الرياضيه على شاشه القناه في حين التزام الشركه المسؤوله عن اداره القناه ببنود التعاقد. كمان وتلقي ردود قاطعه وفاصله من شركه السادات تضمن بشكل واضح قيام الشركه التي تتولى اداره القناه بدورها الايجابي تجاه النادي وقضاياه والالتزام بسياسته والدفاع عن مصالحه بالطرق المشروعه وان تصبح قناه النادي الاهلي منبرا اعلاميا حقيقيا للنادي ومنسوبيه في كل وقت وفقا للعقد المبرم مع شركه استادات. كمان البدء في التفاوض مع شركه الاهلي لكره القدم للحصول على حقوق بث مباريات الفريق الاول في الموسم القروي الجديد بعد التنسيق والاعتماد من مجلس الاداره في اجتماعه المقبل. كمان العرض على مجلس اداره النادي في اجتماعه القادم اتخاذ الاجراءات القانونيه والتقدم بشكوى الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام حيال تصريحات رئيس نادي الزمالك على القناه اللي بتحمل شعار نادي والمملوكه للشركه المتحده والتي اساسها العديد من مسؤولي النادي الاهلي بالرغم من تقديم النادي في السابق العديد من الشكاوى لهذه الجهه وبذات الخصوص ولم يتلقى نتائجها حتى الان علما بان الشركه المتحده هي الشركه المالكه ايضا لشركه السادات والتي تملك الشركه الحاصله على حقوق قناه النادي الاهلي وقامت بحذف فيديوهات مدير الكره ولم يحدث مع تصريحات رئيس نادي الزمالك والمسيئه للاهلي ومسؤوليه. هكذا جاء بيان النادي الاهلي يوضح بان اداره النادي الاهلي وشركه الاهلي للانتاج الاعلامي ترفض ما تقوم به الشركه المالكه لحقوق القناه. طيب للاسف الشديد في حد داخل بيقول القرارات يا جماعه اللي بيقولها لكم عبد الناصر والمراسل بتاعه فنكوش ولسه ما فيش حاجه طلعت من النادي الاهلي، فانا بعد اذن حضراتكم مش هرد باي اساءه لكن خليني بس لان في حد تاني لازم ارد عليه. خليني اقول جاءني القرارات من الفيديو اللي دلوقتي بثه النادي الاهلي الدكتور سعد شلبي اهو الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي اهو. قرر مجلس إدارة شركة الاهلي للانتاج الاعلامي في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل ما يلي: الرفض القاطع لما تقوم به الشركة المملوكة لشركة استادات والحاصلة على حقوق إدارة قناة الأهلي وعدم التزامها بسياسة النادي والتنسيق مع مسؤوليه وموقفها غير الواضح بخصوص القضايا المطروحة على الساحة الرياضية والنادي الأهلي طرف فيها ورفض بث بعض المواد الفيلمية التي تخص النادي وحصف البعض الآخر الذي لم يلقى قبول الإدارة التنفيذية للقناة بالمخالفة للعقد المبرم. التوقف عن تنظيم ظهور لاعب الأهلي ومسؤوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية في كافة الفرق الرياضية على شاشة القناة لحين التزام الشركة المسؤولة عن إدارة القناة ببنود التعاقد وتلقي ردود قاطعة وفاصلة من شركة استادات تضمن وبشكل واضح قيام الشركة
التي تتولى إدارة القناة بدورها الإيجابي تجاه النادي وقضاياه. أهو اسمع يا فندم، إحنا كسياسته اسمع، والدفاع عن مصالحه بالطرق المشروعة، وأن تصبح قناة الأهلي منبرا إعلاميا حقيقيا للنادي ومنسوبيه في كل وقت وفقا للعقد المبرم مع الشركة. البدء في التفاوض مع شركة الأهلي لكرة القدم للحصول على حقوق بث مباريات الفريق الأول في الموسم الجديد 2022-2023، بعد البث والاعتماد من مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل، والعمل على تسويق هذه الحقوق بما يحقق العائد المالي المناسب الذي يليق بشعبية الأهلي وتاريخه. تمام. العرض على مجلس إدارة النادي في اجتماعه القادم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال تصريحات رئيس نادي الزمالك على القناة التي تحمل شعار ناديه والمملوكة للشركة المتحدة، والتي أساء فيها للعديد من مسؤول النادي الأهلي، بالرغم من تقديم النادي في السابق العديد من الشكاوى لهذه الجهة وبذات الخصوص، ولم يتلقى نتائجها حتى الآن، علما بأن المتحدة هي الشركة المالكة أيضا لشركة استادات. سمعت يا بيه؟ صدقت؟ احنا هنا ما بنكذبش، ولكن اذا كان حد داسك او مأجور، يعني على الاقل موقع كل الكورة كله مصداقية، وموقع كل الكورة من ساعة ويزيد كان اول موقع في مصر او من اوائل المواقع، بلاش اقول لانفراد ولا اول موقع، اللي نشر هذه القرارات. واحنا من حسن حظنا ان كل تلات بنعمل حلقة كورة بلدنا بالاشتراك مع موقع كل الكورة، وكان لنا السبق، والاخ المحترم الاستاذ ابراهيم الخطيب كان موجودا في النادي الاهلي ونقل لنا لحظة بلحظة. الاخ الثاني اللي بيقول قرارات هزيلة ولا تليق، يعني اكيد، بص انا لن اشكك ولا اقول عليك زلمطحي او ما بتفهمش، يعني انت حر قول اللي انت عايزه، ولكن ما يقدرش الاهلي يفسخ التعاقد، لان العقد بيقول ان الاهلي يوجه انذار يقول ان في عدم التزام ببنود التعاقد يحقب ذلك الفسخ. انت ممكن تعتبر دواء على مسؤوليتي الشخصية بداية صدام تمهيدا لفسخ التعاقد. اجابة على سؤال الاخ الثالث اللي بيقول ايه، خلي برزنتيشن تشرب، برزنتيشن مش طرف في الموضوع يا صديقي، لان احنا هنا بنحب المصداقية والاحترام، برزنتيشن ملهاش علاقة، شركة استادات هي مالكة للايف، ولايف مالكة لحقوق النادي الاهلي، واحترامي للاستادات واحترامي للايف واحترامي لبرزنتيشن، انا ناقل للاخبار ولا ابدي اي رأي عدائي ضد اي شركة، لاني انا عشان ابقى صادق في تعاون بيني ما بين الناس، فمش ابا يعني. حتى وموقع كل الكورة من المواقع اللي بتتعاون مع كل القنوات وكل الشركات، فالاهلي حر يصطدم، لكن احنا ليس لنا اي علاقة، نحن ننقل خبر بكل احترام وتقدير، كل الاحترام لسيف بيه الوزيري رئيس مجلس إدارة استادات، ومحمد بيه مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة، كل الاحترام لشركة لايف والأخ إسلام الشاطر المدير التنفيذي، كل الاحترام للمتحدة بكل قياداتها، ولكن تفسيري أنا هذه مقدمة صدام وفسخ تعاقد. لما أنت تمنع نجومك من القناة، القناة هتعمل لك إيه؟ أنت بتقتل القناة. وفي اول رد فعل المجدي عبد الغني، مهم جدا الكابتن مجدي ناخد رايه، في اول رد فعل للكابتن مجدي عبد الغني، اول رد فعل للكابتن مجدي عبد الغني بنفرد بيه معاكم اهو، مجدي عبد الغني تعليقا على قرارات الاهلي لشركه الانتاج الاعلامي، الاهلي بيشتكي قناته، اول مره في التاريخ اشوف اللي بيحصل ده، انهوا المشاكل في الغرف المغلقه وكفايه بيانات. كلام ناري من مجدي عبد الغني تعليقا على قرارات شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، يؤكد أن كان لابد أن الحاجات دي تبقى في الغرف المغلقة، وعيب جدا تبقى بالشكل ده وفضايح. طبعا أرجع وأقول لك
ان لولا الجماهير وما فعلته في الجونة، مباراة الجونة ما كانت هذه القرارات، لان كان الكلام واضح مبادئ الاهلي وقراراته. كابتن مجدي عبد الغني في اول رد فعل الاهلي بيشتكي قناته، يا للهول، اول مرة في التاريخ اشوف اللي بيحصل ده، انهوا المشاكل في الغرف المغلقة وكفاية بيانات. ده اول تعليق من الكابتن مجدي عبد الغني على قناة الشمس في برنامجه البلدوزر على قرارات النادي الاهلي. انتوا عارفين ان في صدام حاصل ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ورد عليه الكابتن مجدي عبد الغني بقوة بالامس، والنهاردة الكابتن مجدي عبد الغني بيعلق على هذه القرارات. اخدكم قرارات يا استاذ عبد الناصر، ملاحقة الكابتن مجدي عبد الغني قانونا وقضائيا يعني. طيب خلينا كمان الاستاذ احمد اهو بيقول لنا خبر جديد اول مره اسمعه عشان ابقى امين، بيقول النادي الاهلي علمت ان مجلس اداره النادي الاهلي والشؤون القانونيه قررت ملاحقه الكابتن مجدي عبد الغني رئيس جمعيه اللاعبين المحترفين يعني باتخاذ كافه الاجراءات وتحقيق دعوه قضائيه ضده وبصفته الاعلاميه بناء على التجاوزات التي حدثت في برنامجه وفرد مساحات اعلاميه للتعرض للنادي الاهلي ومسؤوليه مصحوبه باتهامات وتحكمات ودون اي ادعاء لصحه هذه الاتهامات، والملف كله مع الشؤون القانونيه، وخلال ساعات في دعوى قضائيه ضد الكابتن مجدي عبد الغني داخل النادي الاهلي ومعلومه من داخل النادي الاهلي. طيب خليني بس أكد، كل الاحترام للكابتن مجدي عبد الغني مني ومن موقع كل الكورة، وكمان كل الاحترام لقناة الشمس والقائمين عليها. نحن ننقل خبر كابتن مجدي عبد الغني في أول رد فعل بينتقد قرارات شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. الأهلي بيرد بمقاضاة مجدي عبد الغني قانونا وتحريك دعوى قضائية ضده علشان خاطر بيفرد مساحة لسب الأهلي على برنامجه البلدوزر في قناة الشمس زي ما بيقولوا النادي في النادي الأهلي. لكن كل الاحترام للكابتن مجدي عبد الغني وكل التقدير للقناة المحترمة قناة الشمس. أخدكم للكابتن ميدو وأول رد فعل على القرارات من ميدو، واحنا في هذه الفقرة التحليلية للقرارات. استاذ بلال السيسي مدير تحرير موقع كل الكورة بعت له اول رد فعل من ميدو، الاهلي قرر يقاطع قناة النادي، عمركم شفتوا كده في اي حتة في العالم؟ قرارات من صدمة الناس فيها عليها لغط اهو ميدو. طبعا يا استاذ احمد لازم نعلق ميدو، بيقول لك عمركم شفتوا كده يا جماعة الاهلي بيقاطع قناته في كده في العالم؟ ميدو يعلق ايضا ينتقد مقاطعة الاهلي للقناة، وبيقول الاهلي يكرر مقاطعة قناته وعمركم شفتوا كده في العالم؟ طبعا انتوا عارفين ان ميدو ايد سيد عبد الحفيظ في تصريحاته، والنهارده بينتقد الكابتن محمود الخطيب وشركة الاهلي للانتاج الاعلامي. انا اعتقد يا احمد يوافقني ان الاهلي بيخاطب جماهيره ولا يعني اي حد. طبعا والنادي الاهلي لما بياخد قرارات هو في الاخر زي ما انا بقول هو هدفها ارساء قيم وثوابت احتراما لجماهير النادي الاهلي وتاريخه. النهارده لما تبقى انت عندك تصريحات مدير الكوره في النادي الاهلي يتحدث من خلال قناه النادي الاهلي، يتحدث سواء بصفته او بمنصبه ويتم حذف هذه التصريحات، لا ده علامه استفهام كبيره. ويمكن انا اتكلمت معاك من حوالي يومين يا استاذ عبد الناصر ووضحنا، قلنا كابتن محمود الخطيب انتابه حاله من الغضب الشديد بعد يعني على طول طاف هذا الفيديو وامر بعودته من جديد، وبالفعل تم عوده الفيديو ودعا الاجتماع، وكان يعني في حاله من الغضب داخل مجلس ضبط النادي الاهلي، ومش عايز اقول من الشركه لا بغض النظر يعني، لكن في حاله من الغضب بسبب الامور التي تحدث داخل قناه النادي الاهلي. طيب استاذ احمد السيد خليني اخدك سريعا للجزء الثاني في التحليل. احنا عملنا استوديو تحليلي على القرارات اهو يا جماعه هنا في كل الكوره، الناس الاستاذ بلال السيسي معايا مدير التحرير وكل الناس في غرفه التحرير قال لك ادي مساحه للقرارات لانها هي حديث الناس كلها، غيرنا السكريبت على الهواء. يعني خلينا نروح للجزئية التانية مهمة جدا، عجبني جدا هنا في موقع كل الكورة طرحوا سؤال مهم جدا جدا جدا، ماذا بعد هذه الصدمات؟ قبل ما أقول لكم أنا ماذا بعد هذه الصدمات أروح للأستاذ أحمد السيد في الجزئية التانية وأهم ما جاء في قرارات الأهلي للإنتاج الإعلامي، مقاضاة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لما بدر منه على قناة
الزمالك، ولكن مقاضاته لدى المجلس الاعلى للاعلام. والاهلي اتكلم في جزئيتين، انه هيشتكي مرتضى منصور في المجلس الاعلى للاعلام، وبعد كده قال المجلس الاعلى للاعلام لم يرد علينا في العديد من الشكاوى. طيب هل الاهلي سيصل لمرحله تقاضي جديده في المحاكم بعد المجلس الاعلى للاعلام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور؟ وايه اللي هيحصل يا استاذ احمد؟ ده اللي بيعمله يا استاذ عبد الناصر الشؤون القانونيه في النادي الاهلي دلوقتي قبل تحريض اي دعوه قضائيه. يعني الكابتن محمود الخطيب طالب الشؤون القانونيه في النادي الاهلي متابعه التصريحات كلمه كلمه وتفريغها ومتابعه الامور بشكل واضح. مبدئيا تم خلاص تحريك الشكوى ضد المجلس الاعلى للاعلام، ومش دي اول شكوى، يعني يمكن النادي الاهلي وضح ان كان في شكاوى قبل كده ولم يتم الرد، ورفع علامه استفهام واضحه وعلامه استفهام تؤكد يعني ان النادي الاهلي بصدد ارتاء العداله، المبادئ ثوابت، ولكن للاسف ما فيش رد جه. فالنادي الاهلي او بمعنى اصح مجلس اداره النادي الاهلي احال الموضوع للشؤون القانونيه في النادي لمتابعه التصريحات دي، وربما خلال الساعات القادمه انه لا نجد يعني دعوه قضائيه جديده ضد رئيس نادي الزمالك. انا اتحدث عن اخبار داخل النادي الاهلي يعني بناء على متابعات، بناء على اتصالات هاتفيه حدثت اليوم. النادي الاهلي بيتابع الموقف، الشؤون القانونيه زي ما انا قلت يمكن خلال ساعات بتتحرك قضايا ضد الكابتن مجدي عبد الغني، ايضا بتتحرك قضايا ضد يعني رئيس نادي الزمالك. وليه يمكن علمت كمان وفقا للنادي الاهلي ان تصريحات السيد رئيس نادي الزمالك يعني كانت هناك فيها ايحاءات بان كابتن محمود الخطيب يعادي الدوله، بان كابتن محمود الخطيب ضد الدوله، بان النادي الاهلي سواء كابتن محمود الخطيب ولا سيد عبد الحفيظ هدفه الفتنه، يعني يمكن امور على عكس طبعه طبيعي تماما. فالنادي الاهلي بيدرس الملف، بتكلم من الناحيه القانونيه. النادي الاهلي في الاخر مش عايز كل يوم يرفع قضيه، ولكن هو من حقه الدفاع عن حقوقه في دوله القانون، ولكن بالطرق الشرعيه من خلال القضاء المصري المحترم. السوشيال ميديا بتنفجر يا جماعه، وعلى تويتر هاشتاج يتصدر مصر، ويصعد بقوه ليتصدر الوطن العربي، جمهورك خلفك، كلنا مع قرارات مجلس الاداره. اهو هاشتاج يتصدر مصر حاليا، كلنا خلفك يا بيبو. الانفجار على السوشيال ميديا، انفجار على السوشيال ميديا اهو، هاشتاج كلنا خلفك وكلنا مع قرارات مجلس اداره، هاشتاج تاني طبعا. وصديقنا المحترم وائل علي اهو بيقول يا جماعه لست وحدك يا خطيب، لست وحدك يا خطيب. وده اللي احنا كنا بنحذر منه، ان نصل الى الصدام. ولذلك هتلاقي العنوان في حلقه النهارده اللي اتفقنا عليه مع الزملاء، هل الخطيب مجبر على الصمت؟ لان عشان احنا معلمين وولاد المهنه دي عارفين بنسال امتى. قرارات مجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي يؤكد ان ليس هناك اجبار على الخطيب على الصمت، وانما الخطيب هو رجل الدوله الصامت الذي كان ياثر على نفسه ويتحدى الجميع بالصمت وعدم الرد حتى لا تنفجر الدنيا. اهو قرارات فجرت سوشيال ميديا في العالم العربي. ومع ذلك على راي الاستاذ بلال السيسي مختارين عناوين قبل القرارات ما تطلع، دليل على ان احنا عندنا وعي بالملف كاملا. عندنا وعي بالملف. اذا نعود ونذكر، الاهلي في قرارات ناريه لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي يقرر مقاطعه القناه وعدم ظهور اي لاعب او اداري او مدير فني في كل فرقه الرياضيه بما في ذلك كره القدم على شاشه القناه حتى تلتزم ببنود التعاقد. واهم ما جاء مقاضاه مرتضى منصور ولدى المجلس الاعلى للاعلام، وبحث ورفع قضيه مباشره بعد ما صدر منه، واتهامه ان الخطيب ليس رجل دوله، وان الخطيب بيولع في الدوله، وان سيد عبد الحفيظ اخواني، وما الى غير ذلك. ونؤكد هنا كورة بلدنا وكل الكورة، احنا بننقل اخبار، ملناش علاقة بحد ولا لينا رأي في الملف. الملف ساخن وحساس وعواقبه وخيمة، اسمعوا من العبد لله. لن ده حقيقي، وكل الاحترام للجميع ولكل الاطراف اللي ذكرنا اسمها،
لان في الاخر احنا بننقل الخبر من مطب، بننقل المعلومه، ما بنقولش اجتهادات او او او, أو انتماءات او حتى امور شخصيه. طيب عايز عندنا على كل الكوره. طيب ساعود اليك مره اخرى يا استاذ احمد اذا كان هناك متابعات للهاشتاجات والصفحات، ساعود اليك سريعا.